ما اختارش هو بياخد العلم من مين، وما اختارش هو بيتعلم الدين على دين مين، بيبتدي يصدم كتير جدا 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 لو فطرته كان لسه فيها اي حته سليمه. بيصدم في ناس كان اعتبرهم مرجعيات بالنسبه له، هم اعلم منه، هم اقرب منه الى الله. بيصدم في شيوخ هو كان بيعتبرهم اعلم اهل الارض. اذا كان الصمت حكمه في بعض المواقف، فان السكوت عن الحق خيانه لله والوطن. وكم من داعية سكت عن الحق خلال الشهور الماضية وآثر السلامة والابتعاد بدعوى اعتزال الفتنة لعدم اتضاح الرؤية أو رغبته في الحديث إلى الرأي العام عندما يحين الوقت المناسب. صمت الحملان أقرب وصف لشيوخ يرون في الإسلام لحية وجلبابا فقط، كما هو الحال مع شيخ محمد حسان ومحمد حسين يعقوب وأبو إسحاق الحويني. وعلى نفس المنوال تبرز أسماء كل من عمرو خالد ومصطفى حسني وشريف شحاتة ومعز مسعود ومن عرفوا بالدعاة الجلد. الشيخ محمد حسان من الذين أمسكوا العصا من المنتصف، فلا هم أدان ولا هم صمتوا للأبد، عل الصمت يكون خيرا لهم. فسقطات الرجل كثيرة، فتارة يعترف بسلطة الانقلاب بصفتها سلطة حاكمة، وتارة يتقدم بمبادرة تغافل فيها عن عودة الرئيس مرسي ومحاكمة القتلة، وهو ما قابله رافض الانقلاب بالرفض. والقصة التي حكاها الشيخ محمد حسان في التسجيل أو في التلفزيون ليس فيها شيء من الحقيقة. هو الذي جاء وعرض عليهم، قال لهم ماذا تريدون؟ قالوا ننصحك ألا تذهب إلى عبد الفتاح السيسي. وإذا قبلنا بهذه المبادرة الكسيحة التي قدمها الشيخ لن يتحقق شيء من هذا. هل تتصور واحد عاقل يقترح أن ننصرف من هنا آمنين وأن يخرج الرئيس مرسي آمنا؟ إذن القصة كلها أننا اصطنعنا شيئا نريد من سلطة الانقلاب أن ألا تؤاخذنا عليه، يؤصلون للجبن والعياذ بالله. فلا ينبغي أن نشغل أنفسنا بهذه المبادرة، هذه ليست مبادرة، هذه فيها بيع للثوار، بيع للمعتصمين هنا منذ 40 يوما. الناس الذين يجلسون في المكيفات وما إلى ذلك لا ينبغي أبدا أن يتصدوا لمثل هذا الأمر. هل تذكر أيام ثورة 25 يناير لما جلس مع هناء سمري وسيد عبد العال؟ نفس الشيء يا مولانا سيد علي، نفس الشيء بالضبط. الأيام تعيدنا ولو قامت 1000 ثورة. دموع هنا ونحيب هناك، رأى فيها الشيخ الغضبة للحق التي انتظرها منه الكثيرون ليخذل بها من أراد منه أن يقف في وجه قاتل وغاصب للسلطة، ولما لا؟ فالأذهان لا زالت تتذكر ذلك المشهد فوق جبل عرفات الذي أعلن فيه تأييده للعسكر والدعاء لهم، ولم يتمعر وجهه بعد اقتحام المساجد وحرقها على أيدي عصابة العسكر. بل ستصبح الدماء لعنة على الجميع، على من حرق وعلى من قتل وعلى من ساهم ولو بكلمة واحدة. أن يجلس العقلاء وأن يتنازل من في السلطة الآن، وأن يتنازل أيضا الطرف الآخر، وأن يجلسوا معا بصدق وتجرد من أجل الوصول إلى حل. علماء ضد الانقلاب من جانبها استنكرت مواقفهم وأصدرت بيانا تضمن قائمة سوداء بأسماء شيوخ العسكر، مع التلميح بعدم ذكر أسماء معينة لعلهم يراجعوا مواقفهم، في إشارة مبطنة لمواقف محمد حسان، كما هو الحال مع محمد حسين يعقوب الذي آثر الصمت تماما عقب مجزرة الفض، ولم يذكر له سوى مداخلة على قناة فضائية من ميدان مصطفى محمود ناشد فيها أمن الانقلاب التوقف عن قتل المعتصمين. اسمح لي أن أناشد من خلال قناتكم وأرجو أن يصل صوتي إلى أي قوات أو أي مسؤول أن يتوفى عن قتل الناس. كيف يتسنى قتل المسلمين بهذه الطريقة؟ كيف تتسنى قتل الناس بهذه الطريقة؟ ثم لم يسمع للشيخ تسجيل يعلق فيه على اعتقال الفتيات والاعتداء على حرمات البيوت بعد أن وصلت الانتهاكات حد اغتصاب الفتيات في المعتقلات، في نفس الوقت الذي يستمر فيه الشيخ بإصدار شرائط تسجيلية عن الصبر والسكينة والأخلاق.
حماس اللي هو ألغت الهدنة وتضرب صواريخ ما تخرمش حيطة وتضرب صواريخ ما تخرمش حيطة وتضرب صواريخ ما تخرمش حيطة عشان عشان يحصل هذه الإبادة لضعفاء المسلمين اللي ما بيعملوش أي حاجة. على نفس الدرب صار الشيخ أبو إسحاق الحويني الذي انتظر منه الكثيرون موقفا حاسما، فجاء رد فعله في بداية الانقلاب صادما، بداية من وصفه لما حدث بالفتنة ثم تبريره لصمته بأن الوقت المناسب لم يأتي بعد. ولا يظنن أحد منكم أنني غائب عن المشهد حتى وإن لم أكن من حضوره، فعندي كلام كثير لكن ربما اقتضت الحكمة ألا أتكلم به إلا في وقته. أولا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، حاجة من الاثنين، يا أنت مؤيد للانقلاب اللي حصل ده بتاع الجيش اللي قبضوا فيه على رئيسنا، وقفوا فيه دستورنا المنتخب ولغوا فيه مجلس الشورى، عملوا بقى كل اللي عملوه ده وفتح السفارة تاني بتاعت سوريا والتحطيم الأنفاق وإغلاق معبر رفح وكل البلاوي اللي عملوها دي كلها. سؤال واحد ليك يا شيخ أبو إسحاق، أنت موافق على اللي عمله الجيش ولا مش موافق؟ سين تقول جيم، ده وقت الحاجة دلوقتي، يا إما تسكت ما تتكلمش خالص. أنت بتقول لا أستطيع أن أقول كل ما عندي وإن عشت سأبينه، قيمته إيه؟ ايه قيمة الموقف اللي انت بتقول سأبينه يعني في المستقبل؟ يعني حاجة حصلت والناس كلها مستنية تسمع منكم يا مشايخ يا علماء تعرف منكم الحق، تقول لهم لا مش هنقولكم دلوقتي؟ اهو حاجة من الاثنين، يا اما الناس دي مع حق لازم تقف معاهم، يا اما على باطل تبين لهم الباطل بتاعهم، مش تقول لهم بعدين هبابين لكم ان شاء الله. يبقى انت ايه يعني، مؤيد للي حصل ده ولا مش مؤيد؟ عايزين سين تقول جيم. الكلام هذا لن يعجب المتحمسين، أنا أعلم هذا، وسيقول بعض الناس متخاذل، لكن لما بتنكشف الفتن يعرف الناس من كان صاحب بصيرة ممن كان أعمى، وأنا لا أدعي لنفسي يقظة ولا بصيرة. وبعدين تقول لما بتنكشف الفتن الناس هتعرف مين كان صاحب بصيرة ممن كان أعمى، فتن إيه يا شيخ أبو إسحاق؟ هو إحنا اللي فيه ده فتنة؟ احنا اللي فيه ده فتنة ولا خيانة يا شيخ ابو اسحاق؟ والله العظيم لن يرقبوا فيك لا الا ولا ذمة. فتن ايه؟ فتن ايه يا شيخ ابو اسحاق؟ هي دي محتاجة لسه انك تقول دي فتنة ولا مش فتنة؟ احنا في موقف صعب دلوقتي، انت مع مين؟ انت فين؟ الفتن دي لما يبقى الشيء ملتبس على الناس ده له تأويل وده له تأويل، لكن قل لي بالله عليك اوجد لي اي تأويل للي عمله الجيش، قل لي اي تأويل تؤول بيه عمل هؤلاء الخونة. ولعل الحويني لا زال يقتنع بجملته الشهيرة التي قالها قبل سنتين حينما أكد أن الاستبداد أفضل 100 مرة من الفوضى، في إشارة صريحة إلى ثورة يناير. فهل يعني سكوته عن الحق استمرار تبنيه لتلك الرؤية؟ وماذا عن آثار الاستبداد الذي تعاني منه البلاد من قتل وحرق وهتك عرض أطفال وفتيات على يد العسكر؟ إن الاستبداد خير من الفوضى. ومن شيوخ ودعاة برروا خذلانهم للشعب المصري إلى من يسمون بدعاة الخواطر، عمرو خالد الذي لم يختلف كثيرا عن حسان ويعقوب والحويني، فهو يرى أن دوره حتى في وقت ارتكاب المجازر بحق الرافضين للانقلاب ينحصر في إنقاذ ما أسماه بالقيم المنهارة كانتشار السباب وتراجع الأعمال الخيرية بالمجتمع. من بصفتي داعية وبصفتي مصري وبصفتي يعني ناس في هذه البلد بتسمعني، وأنا إذن يا أيمن أنا مش هتكلم معاك في الشأن السياسي، لن تسمع مني تقييم سياسي. رسائل أصر على إرسالها للشعب المصري على إحدى القنوات الفضائية لا ترتقي لمستوى حدث جلل تستباح فيه الدماء، ليعلن وقتها اعتزاله العمل السياسي ويكتفي بالإشارة إلى أن حل الأزمة هو التعايش. هتقولي طب والشأن السياسي؟ ما فيش في إيديا حاجة، أنا قعدت أقول تعايش 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 وقعدت أقول الحل في التعايش وأصرخ. ثم جاءت الفاجعة لمؤيديه عندما سربت الشؤون المعنوية للقوات المسلحة مجموعة من الفيديوهات يظهر فيها وهو يحاول التأثير في الجنود والضباط ورفع روحهم المعنوية قبل ارتكاب مجازر الفض،
وبالرغم من عدم تبنيه صراحة لفتوى قتل رافض الانقلاب كغيره، إلا أنه لم يعتذر لجمهوره عن تلك السقطة واستغلاله من قبل قادة الانقلاب. لبست البدلة دي ولبست البيادة دي وضربت التعظيم ده، وقفت في طابورك. انت بتأدي وظيفة مش عند القائد، عند الله. ما بتسمعش كلام قائدك وانت حاسس انك بتأدي وظيفة كبيرة. خلي بالك، ربنا بيقول وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، حيبوا أحسن منكم. أنت أيها المجند في الجيش المصري، أنت بتأدي وظيفة لله سبحانه وتعالى. هؤلاء وغيرهم قرروا أن يخطبوا في شعب آخر غير الشعب المصري الذي تزهق أرواحه في الشوارع. ففي الوقت الذي يستعدون فيه لبرامج رمضان بالبحث عن الأخلاق الضائعة والسكينة المفقودة والطمأنينة التائهة، تراهم يغضون الطرف عن الدماء المستباحة والأعراض المنتهكة لأنها ليست ضمن المساحة المسموح لهم بالحديث فيها. تعالوا النهاردة يا جماعة نبدأ مع بعض أول العبادات، وأنا النهاردة هتكلم مع حضراتكم على الكيفية والحكمة والحال في عبادة اسمها الطهارة. الطهارة يا جماعة هي الباب اللي بيدخلك على ربنا في أغلب العبادات. ما بيبصش للآخرين بعين الحقد، ولا باللي سماه أحد العلماء الصداع المعرفي، أو الصداع اللي بيجي للإنسان اللي هو عين بص على اللذات والشهوات المحرمة وكده بغضب، حرام حرام حرام، وعين تانية بسبب عدم تزكية النفس بص باشتياق ولذة. فكأني ببص فبيجي لي حاجة اسمها زي صداع أو حول معرفي، لأن أنا جوايا حتة غضبانة جدا وجوايا حتة عايزة جدا. أكتر مشكلة قابلنا في حياتنا دلوقتي في البيت في الشارع في الجامعة في النادي في الشغل في كل مكان هي مشكلة الأخلاق. البعض قرر الاعتزال في حين التزم آخرون الحيادة في انتظار معرفة ما ستسفر عنه الأيام القادمة، لعلها مع قرب حسمها لأي من الفريقين أن يسارع ويعلن عن رأيه. ولكن تظل تلك الجملة عالقة في الأذهان، أن من يقف على الحياد بين الحق والباطل فهو مع الباطل.